السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات القسم 5-5، الشغل المبذول من قوة متغيرة للصف 12 متقدم، مجلد 3، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. إذا ما حليت بإيدك مع مسائل لا تقرأ. تتغير قوة ما وفق المعادلة هذه، مع الإزاحة إكس حيث يساوي الثابت هذه القيمة. ما مقدار الشغل الذي يتطلبه تغيير الإزاحة والشغل ضد القوة بدءا من X تساوي هذه القيمة إلى X تساوي هذه القيمة؟ كون القوة متغيرة تابعة يعني إلى X، إذا نستخدم معادلة، وكون كلها رموز صعب نرسم، فنستخدم طريقة التكامل. عوضنا القوة هذا بقيمتها يعني بمدلولة، بتصير بالشكل التالي: X هي للتربيع، بعد التكامل بتصير 5 ومنقسم على 5 ما بين الإزاحة الابتدائية والإزاحة النهائية. هذه منطبقة على الإزاحة النهائية ناقص منطبقة على الإزاحة النهائية، وتساوي سالب K مضروبة X النهائية هي 1.35 أس 5 على 5. سالب K في 0.730 أس 5 على 5. منعوض K بقيمتها، بصير عندك 20.3 ضرب 1.35 أس 5 على 5 سالب، مع السالب هذه إن حطيتها مثل ما هي يعني ممكن هاي معي موجب. حسبت هاي لحالة طلعت سالب 18.21، وحسبت هذه لحالة طلعت موجب هذه القيمة، الجواب يطلع سالب 17.368 جول. إذا بدك تكتبها بالترميز العلمي لازم تكتبها، أو بعدد الأرقام المعنوية لازم 3 أرقام معنوية، لأن هون عندك 3 أرقام معنوية، فلذلك فيك تكتبها 17.4 جول. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء والتشجيع.